منيح يلا هاي هوت دروب تقريبا الشرطة يلا زل قلب السيارة اللي قتلتهم يحوي كم واحد كان فيه هجوم واحد لحاله موست وانتج هو موست وانتج على وين سكواد عما لا على على التي في ستيشن تحت حمير حدا بياخذ باونتي هلا يا حمير العالم كله بيشاو بعدون في ناس نازله معنا والله ايه هون بلشت في انا ناس في 100 سكواد نازله معنا ايري بالحظ الاير نزلوا فوق ايري باختي خلص خلص فوت على محل ثاني انا فت على الجاز لك ايري باختي لو البوكس من بعيد بيصيبك كسخت الكذب لو بعيد عنه بيني وبينه بده لك قتلني لك على لك لك ايري بالكذب على على الكل كام لازم صورها واحد بيني وبينه متر ونص حاول انا نزلت على البيت فتح هربت على البيت اي بيت انا عارف اي بيت يا دلف انت كل البيوت في عالم مو حالكم فيكم فيكم تسلحوا وتنطروا هون انا هون هون منيح يقول انتم بعاد في سيارة عندك يا حاوي هيك وانا خدا يا دلف وروح صوبك ها ايه اذا فيك لانه الموضوع جدا خطير شكلهم تو سكواد في حدا عندي في حدا عندي شكلهم تو سكواد اللي عندي لايك على هذا الحكي يا زلمه روب يا طلع وحط الله في غلط يا شباب لا 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 بدل هيك ما عاست اثنين صار في واحد طب البيت بس عندي بيكون اللي عندينك عم بقول لك دول وينه هو دولني على لك قاعد بكسر اخته شو صايرين عم يقعدوا عندي عندي الميت البينج 200 طلع على طول انت بدك تدق له خليك على قديرك معك 200 البينج عبود لو وصلوا قبل ما يقوصني في موست وندر عندك سيارة هاي طلعت من هان عندك يمينك اسمع احمرنا اشبيري عاد هون جلود اوت ام 13 لا يا معان هودي في اثنين تحت هولي قتلوا الدلب انا شايف انه حيطلعوا لي ايه تعال ما بعرف اذا حيطلعوا لي عم بيقوصوا علي تعالوا لعندي تعالوا فاضي في ايه هو على شمالك ايه صدوا هاي جراوند اتمنى انك تطلع يا اخو الشر في واحد تاني بالبايت في واحد تاني بالبايت عم عمي سلاك اي بايت تحتيني ايه تحتيني في في اجرام هيك صار هي ممكن يروح على الشمال شوي ويطلع لنا من الشمال روح يا دل يا صادق جيب سلاحه وتعال عندي انا جاني فوق يا حاوي بنزلك ولا شو؟ وينو الكلب؟ كبير يا حبيبي حاوي معي كاي يا ايري وراي 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 اجاك اجاك صادي اجا تحت تحت كبير يا حاوي انسحب انسحب يا ايري انسحب تسوى ايري ليه وينك؟ اياني هون اياني هون تعال لوت شاطر تعمل لوت اجت هليكوبتر لعندكم لا اذا نحن هيك يعتبر نحن الجيم كله يابا قطعت قطعت يلا بدنا بس كم دولار لنجيبك يا ساتر هلا في التيم اللي كان على الاوتيل تعال في بيوت قدام يا دلب تعال يلا بقى. شوف بركي الله بيسرها معنا بنلاقي شويه دولارات كسبت بلاك يا سليم ايه خي عم ضلوا عدين عم يكفروني لو بعرف ضلوا عود انت عود شو بدك فيه هون عدين ومقرفصين ومناطرينك عود مان انت طول رجع تخبى عرفت كيف؟ هاي ملوتي هاي ايري في ماتش في ايري جيم هاي المنطقة ملوتي وبكرهها انا اصلا دايما في حدا على الشباك بيقتلني لانه تعال نشوف شي محل تاني تعال
دلب بدي افهم وراك لور بدي افهم انا بدي افهم انا اللي طلع لي في سيارة كأنه هلا نزلت هان ها هاي مش محلها هوني هاي مش محلها هون في حدا هون هيدي هلا اجوا هلا نزلوا بدي سلاح الاي كي عن بعيد شوي فيش انيق منه مال مش ملود البايك كان كله ملود مال معقوله كانه حسيت اللي بفوت لهان اللي بفوت لهان بدوش يلوت الكل تعال تعال في دروعه معي معي طيب خذوا خذوا شو اسمه ايه روحوا على السيارة وبعدين وروحوا محل تاني لوتوا هو إذا ما عرفناش المحل يعني روحوا لك وين أنا لك وين أنا جايين لعنا ها الله احتمال يجوا لعنا لا لفوا لجوا لفوا لجوا نوش نوش سير حول رب رعيها بس لوتوها رجعوا على الأوتيل ولك بعد كتير عوز بالليل الأوتيل ما بظنش إنه كلير الأوتيل تي في مش كثير لانه اخذ باونتي عليه خذ سبلايران وروحوا بالسياره اجوا 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 سيارتين لعندكم اجوا 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 طلع لا مش مش اتركون اتركون سحبوا سحبوا حاولي اثنين تيمز او تيم واحد ياخذ سيارتين لارجع وسعوا له ماشي لانه صار فينا نروح لهان مفروض هن اشتروا وحلوا عن ايري صح بس انه اكيد فيش لوت هان هلا ممكن ما يكونش لوت هو كله لانه مثلا بدنا 1000 مش اكثر قال بدكش قال بدك 400 ضل بس اني ويز شو هي هارد بيت تعال لو فينا نايكين اخر هلا فيش باي ها لا قلت لكش ولا درع لك يا لا يا زلمه تعال في بيتين تحتنا تعال نشوف شو ربنا هو اثنين وين انا هذيك المايس تعال اي شيء يا برو وين انا اللي عندي انه لك وين انا لود اوت نزلت شريك طلوا بس شوفوا كم وحده على البيت هيدي على البيت في حد بايت شمالك هيا 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 هون هيا هون قوش اثنين او ثلاث اثنين او شو حقوش فينا اذا بدك نكبس هون هنو عم ياخذوا لود اوت اثنين مش ثلاثة نزلوا عيش نزلوا عيش نزلوا عيش واخذوا يو اي في بعتقد كمشونا يا دلب تعال غير 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 فاتح سكافنجر فوق تعال 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 على طريق الشحاش تعال بس بعدين حتنزلكم هي لتحت انمي يو اي في بتلحقونا خلص يلا عندينا الانمي يو اي في هلا في حدا فتح سوبر يو اي في اكيد يلحقونا هول يا كبير اكيد بده يلحقونا يا برو يا السطح خلينا على العوزي لا لا اخر واحدة بتكون باخر عمر الله بس انتم بس خلص عم بتجرنا بعكس ال ايه بس مشكلتك يعني الزون هايك الزون صاب الكواري ايه بس مشكلتك مش هان حتى جبت المصاري فكش اشتري هذا فينا بدك تروح على الباي اه بتكبك على الباي تاول تي في يلا روح هاك الزون شكله انا ويز هي على طول بتكبك صوب الزون الثاني ها شوف على هارد بيت سنسر يا كبير خلي عينك على هارد بيت سنسر قمته هان مفروض انا عارف والله عارف بده يجونا من ورا اي لحق مت يا صادي حط التروفي سيستم معك مولوتوف
ما تعرف. ما تقطع لهم. وان شوت ده وان شوت. يلا بسيط. مين حيحاول؟ والله اني يا شباب. اخوات المنيوكي من ورانا عوصونا يا كبير. ما نعرفهم يطلعوا لنا ما نعرفهم يطلعوا لنا. ميت يو اي في يعني الا ما شافونا. روح كف فيها. ايه؟ اي اللي في اخته ما لقوا عينانا اللي كانوا معاه. لا بدكش تعمل شيء. اصبر خليك بالجو. لا دايو نص لا برك بكل انزل على اللود اوت اللود اوت اول مكان مش بدك فيها الفرضين كيف هو اللود اللي بدي اطلع نيك اخت كيلو بدي اطلع نيك اخت عم تلعب كيلو يا حبيبي يب سمع صوت سياره عم نكوني سنتكس كسرتك بايري اتليتي الواحد ام لا وهي لزت لي الغام كمان لحتى اذا فكرت نط يلتعن سلافي يابا معقول نقدر نكفيها يا شباب كله وارد مفروض هودي شكلهم بوشينج يعني مش هيقعدوا يكامبروا ببايت مان لا بياخذوا يو اي في بيمشوا ايه شكلهم بوشينج وكيلز وكذا و شفت اللغه ما يوم حط لك اياها اترك له اياه لحتى انه اذا طار اذا روحته هلا للغه يلا فيني اجيب حدا بس باي بدك تفوت على هاي برا الزون ايه امن شوي هلا امن ما انمي يو اي في اوفر هيد يلا بركي بجيب حدا بتلحق وتنزل وتجيب اللود اوت كمان يو اتلقى مرة اتلقى مرة نوب هذا طرت شي هذا في قناص في قناص بعيد قناص قناص قال لي في شي سبعة على الشباك عم بيقنصوا علي مثل مثل الباباراتي حسيت حالي معه يو اي في بريسيجن طقم بريسيجن بس المانيا شو بدي فيها؟ انت بخلص لك رجع رجع هذا بعد يقدر اللود اوت هو نزل اللود اوت روح على هديك اخويا المنيوكي طلعت راسي لقيت شي سبعه بتعرف شو هو لازم يجوا ليش؟ بدهم يهربوا من الزون؟ لا ما هني ما هني ما هني ايه بده يطلعوا طلوع مش لعندك يروحوا ستريت معقول يكبسوني هلا شي تاني اذا كبسوني ها شافت كيف؟ بوزيشن تبعي احسن بوزيشن تبعي احسن من تبعه لا دق بريسيجن دق بريسيجن فنشو يلا روح ذاتس ذا تارجت هيت ذم ناو كلينكس 3 جود كوبي سترايك ان باوند ميلت داون ميلت داون؟
طول ما عودي عايش حاله هو ايه معه سلف كين في واحد في الناس عليك هي كلها هي كلها انا لك تبين راسه ها كله انها تشتيته enemy UAV overhead انمي يو اي خرا اوفر هيد شايفيني هني الدونيت حرام روش عيشون طلع هذا هو جيتو يتين على شمال شماله ها شماله فنشته شمال من هان عم يعمل فلانك خليك عم طلع على شمال شوي هون هو هذا يشيله واحد تاني واحد تاني هو شمال كله بيعمل بلان روح ورا هاي روح ورا هاي شريك سحاب على الباي بدي يقتلون خلص خلينا يا بربحها يا بيربح هو هاي ماشي فيها واحد تاني من وراك هلا بينيك شو ما كان انا اصلا مش عم استرجي ادم اخوات المنيوك هني عارف هلا عيب الصابر ثلاثه هني يا الله لك انطروا من ورا الباب من وراهم اطلع وراهم رايت ذير ايه ايه انطروا بالبيت البيت انت لا. انت ايه الخرا بالبيت مان يا نوبز يا حمير والله كانوا النوبز كثير هاي النوبز كثير لعيبه مانع بيصيبوا دير شوت بس ليه يعني اوسع لاي ايلي في رب في ايلي يلا شو بدك تعمل؟ يلا فوتوا محليه يا شباب